السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ود إسلام لجوج عندهم ود هاجرات يوبيت سبوج عندي تناجو ساري دغمو عند بتأم تأمرني هنن تاريك يجلاجو متجالو تكتاتلون جزيو بموسى عليه السلام وقت نبر موسى بني إسرائيلوج كفرعون فتنا الله نجاك وطاچونا مرغاغات كتفتر كجزي بوهالا يتكسته كستتنو تاريكون ديه نبر كألتات عندك أن كبني إسرائيلوش مكاكل عندك اللسب بنفس قداي تغدل نام بني إسرائيلوش قدايو اللي مفلق بزوت رت بيادرقوم ليكين سلال چالة نبي الله موسى عليه السلام اندي التبابر واتشو طيق واتشو كزام موسى عليه السلام كعلها بتسد اتشو تزاز مسارات بني اسرائيل واتشن اندي عالو اتشو كدا يوم ماغنيت كفلق اتشو اندي تلام قزونا لاميتون ماردم اللب اتشو يلو اتشوال بني اسرائيل واتشم انيا سو تقدل ايالنا انديت انت لامردو تلاله انديت استاشوف بناله بمالت يتوسنا كموقتو بوهالا موسى عليه السلام ياشوفون دال هوننا لاميتون قستونا كزام اردو ريساون سيماتوت قدايون اندمينا قر عطبقو سينقرواتشو بحسابو امنو بات بمكتلم بني اسرائيلوش አስቸጋሪ ህዝቦች ከመሆናቸው የተነሳ የምትታረደው ላም ምን አይነት መሆን እንዳለባት የተለያዩና ብዙ ጥያቄዎችን ለሙሳ አለይሂ ሰላም አቀረቡላቸው። ሙሳም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሚያወርድላቸው ራእይ በመታገዝ የላሚቱን ሙሉ መስፈርት ማለትም እድሜዋን፣ ቀለሟን፣ እርሻ ያልነካት መሆኗን እና ለሌሎችም ጥያቄዎቻቸው ምላሽ ሰጧቸው። ከዛም በኒ እስራኤሎች በሙሳ አለይሂ ሰላም መልስ ረክተውና ተደስተው ላሚቱን ፍለጋ ወደ ገበያ ቢወጡም ከብዙ ድካም በኋላ ልትገኝ አልቻለችም። ከዛም ተስፋ በቆረጡበት ጊዜ አንድ እናቱን ታዛዥ ከሆነና አላህን ፈሪ ከሆነ ሰው ላሚቱን ያገኙታል።